مهند وينه؟ وشو بيعرفني أنا؟ ما حكيت معه، ضليت اليوم بالمشفى للصبح لأنه عطبيك توفى. هلأ عطبيك مات؟ لا 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 لا، والله زعلتني. البقية بحياتك الله يرحمه. ما اجت امه لبانا ودعته قبل ما يموت؟ لا امي، جاي على الطريق. طيب بانا كيف هلا؟ كيف بدها تكون يعني منهاره؟ لا 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 لا، مهند ما اجى على البيت؟ من امبارح الصبح طلع ولهلا ما رجع، وما عم برد على تليفونه، اذا بيموت ما فينا نعرف عنه شيء. بعيد الشر عنه. لا تقلقوا، بيكون عند هي البنت اللي تعرف عليها. همه الوحيد هو البنات، هلا الواحد ما بيتصل وبقول انه في اهل بيخافوا عليه؟ شو عدم هالمسؤوليه هي؟ لا بقى تصرخ، الناس لسه نايمين. رقم رفيقته هي معك شيء؟ اتصل فيها واسالها لنشوف اذا هو عندها. مو معي رقم لا اتصل فيها. ليش هو شو دخله فيها ليكون رقمها معه؟ ابني انت بدك تنام صح؟ امتى بدك يعني فيقك؟ بدي اعمل دوش على السريع لانه عندي امتحان بالكليه. يلا لكان لغسل وشي وجهز لكم الفطور بسرعه. لا 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 على هالشغله. قال لك كلمته الأخيرة، قال لك بانا أمانة عندك. بانا أمك بعد شوي رح توصل، تعالي ننزل. يلا طول عمري ما كنت حس إنه هذا البيت إلي، كنت حس حالي غريبة حتى وأنا فيه. بس كل شي رح يتغير بكرة أكيد. أهلا وسهلا يا أمي. آه يا أمي يا روحي. أبي خلص تركني وراح. لا تبكي حبيبتي، أنا رح كون جنبك. رح شوفه أبدا. أهلا وسهلا فيكي. أهلين فيروز، شكرا لك. البقية بحياتكم. لازم تكون أنت مؤيد أكيد. أهلا وسهلا، البقية بحياتك. رح نتعرف على بعض.